تتواصل استعدادات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لمباراة القطن الكاميروني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم في الكاميرون. وحرص مارسيل كولر على منح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات الجماعية اليوم الاثنين من أجل إعطاء اللاعبين فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصا في ظل ضغط المباريات الكبير على الفريق في الفترة الماضية، بالإضافة إلى حالة الإرهاق التي انتابت عددا من لاعبي الفريق الأحمر. وقام كولر باستغلال الراحة من أجل التركيز جيدا في دراسة فريق القطن الكاميروني لتحقيق الفوز عليه في أرضه ووسط جماهيره، خصوصا أنه يدرك أهمية تلك المباراة والتي سيعطي الانتصار بها بصيصا من الأمل من أجل التأهل لدور الثمانية، انتظارا لنتيجة المواجهة الأخرى بين الهلال السوداني وصن داونز. وعقد مارسيل كولر اجتماعا مع معاونيه من أجل دراسة خطة الاستعداد لمواجهة القطن الكاميروني، علاوة على دراسة نقاط القوة والضعف، خصوصا أن المنافس سوف يسعى للظهور بشكل جيد أمام الأهلي مدفوعا بعاملي الأرض والجمهور. كما عقد سيد عبد الحفيظ أكثر من جلسة مع اللاعبين من أجل تحفيزهم ورفع الروح المعنوية لهم، وطلبهم بنسيان نتائج المباريات السابقة والتركيز فقط في الفوز على القطن الكاميروني، مؤكدا أن الأهلي تعود دائما على تخطي الصعوبات والعودة بشكل أقوى من أجل التتويج بالألقاب. فيما سادت حالة من الهدوء والتركيز على معسكر الأهلي حاليا، وتخطى اللاعبون الخسارة أمام صن داونز وبدأوا في التفكير باحترافية تامة للمواجهة القادمة أمام القطن الكاميروني، حيث أكدوا أنهم عازمون على الفوز بها وإسعاد جماهير النادي.